يقول هذا السائل: شيخ، ما الحكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل، فخالفت الأطباء فسقط الجنين؟ يقول السائل: ما الحكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل، فخالفت الأطباء وسقط الجنين ميتا في الشهر الخامس؟ نعم، هذه أساءت. إذا كان الأطباء نصحوها بترك العمل ولزوم الراحة محافظة على حياة الجنين، ولكنها لم تمتثل مشورة الأطباء وصارت تعمل، سقط الجنين بسبب ذلك، فهذه متسببة في وفاة هذا الجنين. إذا كان قد نفخت فيه الروح وبلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح، فإنها يلزمها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين توبة من الله، كان الله عليما حكيما، مع لزوم أيضا الدية، دية الجنين إذا طالب بها ورثة الجنين. نعم.